شفت ازاي حضرتكوا بس مباشر شديد جدوجته معاكم من سوق الحي الحسني. اذا جينا باش نديرو روبورتاج حول المرأة المغربية كيفاش كتقضى وكيفاش كتشطر ايضا مع البائع. مرحبا لالا. مرحبا لكم. عندنا في صفاء المويلة هنا في الحي الحسني. بارك الله فيك. اليوم جيت باش نقدم لك يالا شحال عندك في جيبك؟ اليوم على 100 درهم. المهم عندي الحفته حيت كل نهار كنخرج 100 درهم كل نهار ما تنجيبهاش ما يمكنش ما تقداش حتى دابا اليوم 100 درهم شحال غتقدر كل نهار؟ واش نهار ولا يومين ولا ثلاث ايام؟ ما نقدرش نحدد نقدر بحال دابا اليوم 100 درهم غدا غدا نخسر نص ديالها غدا بعد غدا ما نخسرهاش فهمتي؟ غدا اليوم جيت انا خديت خيز وخديت بطاطا وخديت مطيشه بحال دابا كيلو 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 لالا كي جاتك الاسمنه خصوصا في ازمه كورونا؟ شوي طالعه الاسمنه هذه الايامات ماشي بحال الايام الاولى فاش كانت كورونا في الاول كانت الخضر منخفضه بزاف ولكن دابا شويه شويه طلعت الخضر ملي طلعت بحال دابا اللوبيا كنا كناخذوها ب 6 دراهم دابا هي 13 درهم ولا 13 درهم المطيشه كنا كناخذوها 3 دراهم دابا طالعه كلشي كلشي غلا كلشي غلا كلشي غلا حنا غاديين مع الازمه هما دابا راه خاص واحد يفهم الحساب لينا وليهم حتى هما راه مساكن راه حسن عوالهم يلا خصهم معنا شويه وحنا غادي اذا شنو غتاخذي هذه كتجيب طاجين زوين كتجيب مع الطاجين زوين هذا غادي ندير واحد الخعيز واحد رابعه هي الخعيز نزوق بها شحال الخيار؟ شحال الخيار؟
10 ديال ديك الماس ما عندوش اللي يقدرها. غادي تاخذوا دابا خاص ربيع والنعناع ها عندو الخس عندو الشلاط عاد شي ناخذ شويه الجيسي هو خاص لا كل زوج دراهم ديال الربع مثلا شحال كتكفي دراهم ديال الربع تقدر تبقى عندي 3 ايام 3 ايام ثلاث ايام ما غاديش ندير جوج دراهم ديال الربع كلها طيب بها اليوم غدا وبعد غدا بعد ما طماط صغير غناخذ رابع دوز ديال اليوم غدا في الشلاضه هاد الخس اللي خديت يدوز ليا 3 ايام حتى هو جوج خصات يدوزوا ليا 3 ايام داك الخيار اللي خديت يدوز ليا حتى واحد 3 ايام المهم هاد الخضره اللي خديت تقدر تدوز ليا من يومين حتى 3 ايام ندير منها الطاجين وشاف ليا مازال ما غاديش ندير الطاجين فيها كيلو البطاطا ولا كيلو الطماطيشه الطاجين كيبغي شويه 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 بحال هكا هادي شحال كتاخدي منها هذا غناخذ غير ربعه شحال كتكفيك في الاسبوع بحال دابا حيت ملي كانت رخيصه كنت كناخذها بربعه دراهم كيلو اها كناخذ كيلو كنديرها فليبات نديرها ولكن دابا منين غاليه غناخذ غير ربعه اختي على قد الفلوس اللي عندي ناخذ ربعه باش عاوتاني نقدر ناخذ حاجه وحده شحال من نهار غدوز ديك الربعه هذه دوزي 3 ايام حتى هي الشلاضه كنديرها في الشلاضه شنو باقي لي عاوتاني ناخذ بيسيت ناخذ صابون عندي ديال الدجاج واللحم عندك عندي الدجاج واللحم في الدار الدجاج واللحم باقي لي ناخذ الصابون ما عنديش جافيل ما عنديش صابون ديال الماعن صابون ديال الماكينه شحال يكفيك هادشي كامل جافيل يبقى ليا سيمانه صابون ديال الماكينه يبقى ليا دوز واحد 4 ايام ولا 5 ايام واحد 5 ديال التصبينات اكثر شي 10 ايام غيبقى عندي زعما الحمد لله تخرجي راه تخرجي 100 درهم الا عرفتي كيفاش تقاديها جيب لك تبارك الله غتخسري اليوم غدا ما تخسريش بحال دابا غدا غنخرج ما غاديش نقدر ناخذ 5 كيلو اللحم نقدر ناخذ دجاجه ديك الدجاجه عاوتاني غدوز ليا واحد جوج مرات ولا نقدر نروح دابا عندي لها مع عندي الدراري اللحم عاوتاني نطيبو انت غاده انت غاده 100 درهم نقدر تقدر في النهار وتقدر تشري منها نقدر نهار السبت ندير بحال اللي غنوي ليها فهمتي شلاضه ها هو كاين خصك كاين كلشي ديري لوبي وانت ما خسرتي والو فهمتي الحد تقدر تخسري عاوتاني 100 درهم تقدر تخسري ليها كو ولا عاوتاني داكشي على حسب المرأة خاصها تقاد بين اليوم وغدا وبعد غدا وسيرتو دابا مع كورونا مع الأزمة المرأة المغربية ما خصهاش تخسر كلشي لا أبدا لا المرأة اللي كتكون المرأة ديال الدار المرأة ديال الزمان كتعرف تقاد كتعرف تقاد واش الراجل كيعطي المرأة أنها تعطيها مصروف يعطيها كلشي اللي يديها إلا كانت نيس قاد راه 100 درهم تبارك الله راه زعما تجيب أنا عندي 4 ديال الدراري راجل 4 ديال الدراري تبارك الله زعما 100 درهم تقدك من غير الى شي نهار بحال دابا ما كانش ولا تقدري تخرجي ديك شي شويه تفوت ولا ديك شويه يدير تبارك الله راه قاد بحال اسعي شي شحال تعطي لنا شي 4 دراهم يا كاين 4 دراهم هنا بزاف ياتي خليك ما حدا ولا الشريف كيدير حركه البيع والشراء
وخصوصا في هذه الايام مع كورونا ناقصه بزاف. الناس بعدا ولاو كيجيو ما بقاوش خايفين بحال الاول. باش راه ما بقاش الله يصوت الله يرفع لنا هذا الوباء الله يعرف الله يسلمك. باش ما غادي تاخذي ها ساخدي ها في انسان اللي بغيت تقدم يتقدم عند اللي كيتعاملوا مزيان. حيت كاين بحال دابا شي وقت اللي كيغليو بزاف بحالاش تكون بحال دابا تفاح يكون ب 13 درهم ولا 14 درهم واحد 20 درهم. تعرفي عند شي حد ليميت دابا اشنو غادي نقصوا مزال خاصه اللي خاصني البيسير خاصني الصابون صابون وديسير جاي عندك الحال عندك واخا نمشيو معاك الطاجين ديال الخضره شويه الحل كنصبوا دابا انا ملي راجل دابا كورونا كيمشي الراجل في الصباح كيجي حتى للعشيه الا جا بيت باش جوج باغي يبقى كنزل العشيه بحال دابا الليل بحال دابا الليل كتكون غرفه برينسيبال هذيك ديال 7 ونص 8 دابا الغدا بحال دابا الغدا ندير الدراري شي حاجه شي حاجه خفيفه صافي العشيه كنجمعوا على دابا ضروري كتجمعوا خصكم يعني اذا كنت تكون ماكله نيت قاتله ماشي شريده زيتون صافي ديسير وغدا عاوتاني ترجع للسوق نقدر غدا ما نرجعش نقدر ما نقدرش نجي للسوق كل نهار كل نهار نقدر غدا نمشي جهه اخرى ما نجيش لهنايا للسوق نقدر نمشي بحال دابا ناخذ هكا شي تموين ديال اللي خاصو للدار ناخذ الزيت ناخذ الفورس ناخذ القمح حيت المصروف راه ما كيتقاداش يوميا خاص كتخرجي اللي خاصها كتجيبيها صافي دابا شحال بقى لك؟ قالت لي 50 درهم. دابا لالا شحال تاخذي دابا؟ شحال؟ لالا دابا شنو خديتي؟ خديت ناقصني الصابون ديال الماكينه، الصابون ديال المعن وجابين، عاد جابين. دابا هادو راه يدوزو لي سيمان. الديسير ما خصكش. لا غناخد شي ديسير، غادي يبقى لي. دابا هاد 50 درهم غنبقى جابين الديسير ودي الصابون. صافي. ها هو طاجيني واجد، ها هو الشلاطي عندي، ها هو الزيتون عندي، ها هو التصبير مصبر، ها هو كاين جابين،
رد عاوتاني ان شاء الله ترجع عاوتاني تجيب حاجه اخرى ان شاء الله. شحال تما؟ انا نسولك واحد السؤال، شحال نتوما مصرف في البيت؟ انا خمسه، انا ورا رجل ثلاثه ديال الولاد، واحد يلاه تزوج ومشى، لكن عندي ثلاثه وثلاثه. يعني هاد 100 درهم غتكفي؟ تبارك الله كافي الحمد لله، ولك الحمد. الا عرفتي ليها؟ لا بيان سور الا عرفتي ليها. انا دابا واحد نقص لي ذهب، واحد نقص 40، ها هو دابا عاوتاني غناخذ ما عنده ولا بدا ضروري تشطري. علاش هما عارفيني؟ ديما ملي كناخذ ولا بدا في الاخر كنبقى نديك جوج دراهم ثلاثه دراهم، هادي على هادي على هادي على هادي، تشيط عاوتاني الوقت اخر باش تقدر يخدم باش تقدر. المهم كتشيط وصافي، المراه المدبره هي اللي كتعرف كيفاش تسيدها ربي في هذه المسائل. صحيح كلشي كلشي، من ناحيه الدار، من ناحيه الاولاد، من ناحيه الماكله، من ناحيه اذا ما كانتش المراه قاده راه ما كاينش. ولكن تبارك الله المغربيات كلهم بحال هكا، تبارك الله عليهم، هذه البنت باقا تحيي لجميع المغربيات. بحال تما؟ لا المغربية واخا غير 20 درهم في النهار وتقد. هاو قال لي 32 غير 30 هاو ورد لي 20 درهم. قالت لي دابا تناخذ سويله. دابا 20 درهم اشنو غادي ديري بها؟ غناخذ بها بطيخه صفراء ونمشي بحالي لداري. ما خديتيش الزيت؟ لا الزيت عندي. ناخذ بها بطيخه صفراء وغنمشي بحالي لداري. غنمشيو معاك. ولكن ولا درتي شي حاجه، واخد 10 درهم خليها للزيت. نحتاج شي حاجه في العشيه ضروري. شي بطيخه تكون انا خدت بطيخه خصي داخل الغدا. شوف لي هذه، شوف لي شي حدا صغيره صغيره شويه. كي كديري تعرف البطيخ مزيان من اللي ما مزيانش؟ كنديرها في يد الله. رمانه ملي كتكون صغيره كنعرفها كي دايره، كنديرها في يد الله. رمانه مغمضه كتاخذها على الله. الله مره كتصدق حلوه، مره كتصدق بسوسه شويه، مره كتصدق بينو بين صافي. دابا غتاخدي غير بطيخه صافي ياخذ شي درهم حنا باش نديرو اتاي في العشيه. شحال؟ 19. لا لا بزاف نقص لي شي شويه، بقى 15. واحده صغيره خليها باش ناخذ النعناع. شوف البيضه 15. هذيك راه اقل من 15 يمكن. هذيك قالت لي 15. هذيك صغيره شويه على الاخرى. لا اكثر من 15 هي واجد. 15 هذيك كبيره. هذيك كبيره. ما كايناش اللي كبيره. هاهي واش نزالك واش نزال عليك صور الصرف هاهي عطات لي 5 دراهم ماشي. دابا اشنو باقي لك؟ عطات لي 2 درهم في النعناع، غاتشي 3 درهم غنرجع لهم. المهم رجع تخاوي وصافي. دابا لالا كملتي خديتي كلشي اللي خصك؟ خديت كلشي. الله يخليك الله يجعل البركه. عاودي من الاول شنو خديتي؟ خديت خضره باش ندير الطاجين، البطاطا، خديت اللوبيا، خديت الطيشه، خديت الخيار، خديت الخس باش ندير الشلاطه، خديت الطوماط سيريز، خديت الربيع، خديت الصابون ديال الماكينه ديال الماعن، خديت جافي، خديت النعناع وخديت الديس.
مشات لي 3 درهم من 100 درهم. يعني المرأة المغربية تقدر تقدر 100 درهم. تبارك الله عليك على الله. طريق ومورق شي الطاجين تقدري ما ديريش فيه اللحم كاع اللي مع بحال دابا ما عندهاش اللحم. ما عندهاش اللحم. دير الطاجين ديال الخضرة. ماشي كاينش طاجين ديال الخضرة عطا الله يديها. راه خاص شي طبلات تقدري تحطيها مقادة بلا لحم بلا لحم بلا بزاف الحوايج بلا شي تعرفي بحال دابا خيزهم شرمل زعلوك فليفلة بزاف الحوايج كاين اللي دار. خاص غير تكون شوية ديال التبيض تبارك الله. تبارك الله عليك وفي الله يبارك فيك الله يبارك فيك تبارك الله عليكم حتى نتومايا الله يعز المرأة المغربية صافي ما كاينش بحالها. شكرا اختي شكرا بارك الله فيك. اذا المشاهدين كيف شفتوا معنا هذا فقط روتين يومي للمراه المغربيه الحاذقه المدبره اللي كتعرف كيفاش تصرف اللي كتعرف كيفاش تقوم راسها وتقوم مصروفها اليومي. اذا كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا معنا من خلال هذا المباشر. كنا معكم مباشره من الحي الحسني والى اللقاء في مباشر اخر.